الفرق دي كلها سقطت الا الفاشل ما سقطوها. المال مشكله وين؟ السبب شنو؟ انه في الفرقه بتاعت الفاشل فرقه سادسه مش ما يسقط. السبب شنو؟ ماله رجال ما في كلنا، ايتاد ما في ورونا، قيادات يقودوا الشغله دي ما في ورونا، بس الا الفالحين تستاجروا هذا. لكن في الاوان الاخير حصل انبطاء، ما عرفنا ما قدرنا نعرف، بس ما قدرنا نفهم اي حاجه، ما عرف قدرنا نفهم من ايتات من عربات ولا من شنو. نتوجه ما جد ساء انت لهم كم خيارات، بس بقى ما في اي زول بقى بكيف يمشي، يشفشف له عربيه، يمشي يشفف له موتر، يمشي يشفف له شيء، يجي ماشي، يجي يقول لك تجي يمشي يشفف له عربيه من مكان، يجي يقول لك يا اخي انا والله انا مصاب ترى ماشي ما نقدر نمشي هناك، نمشي نسلم اهلي ونجي. يمشي بعربيه يمشي يخلي عربيته عند اهله هناك، ثاني ما يجي يمشي بعربيه، ثاني ما يجي. كم العربات المرقة يا هم ديل قضيين ديل قاعدين، قدر ما يمشي خيارات يقول لك حركوا الناس ديل، يقول لك لا لا الناس ديل خطيناهم هنا امان، عشان يقول لك عشان يسدوا الفرقة قضيين، يمكن الدين دي هجموها. يا دين هجموها بوين؟ انت مسيطر في كم ولاية في دارفور؟ ولاية واحدة ما سجلتها، عندك الفرقة 16، عندك نيالة، عندك الضئين، عندك زالينج، وعندك الجنينة، ده كله في دولة شاوس. يعني تسأل بيجاي يا جماعة ترى الشغلة دي ماشية كده، المالو الرأي شنو؟ السبب شنو؟ زول يديك رد مخني ما في، ولا زول ترى يديك يعني كلام كده يخنقك ما في، يقول لك شاوس شخرنتك نظيف، يقول لك لا تجيب هاي، يقول لك لازم دقوم حزبنا ودقوم الحزبنا، ده الناس دي كلها مسلمة. إذا كان حزبنا ده كان قلت تقوم حزبنا، ما تقوم هذا الزول ده بحزبي وبكبر، الناس كلهم مسلمين بصلوا أوقاتهم الخمسة. أنت الإسلام ده ما توريه عشان هو يبقى مسلم، خلاص حتى لو إنسان ما مسلم كله هو بكيفه، بعدين ده ربنا يحاسبه ما تحاسبه أنت، خليك معنين دارينك وتدون موقف العمليات في الميدان. دقون حزبنا والأشاوس في التقدم ما في كلام زي ده. حسين برشم ده كم مرة هاجم بابونوسة دي؟ عربية واحد ما قدر يجيبها منه، كل ما يمشي هاجم يمشي هاجم ب 40 50 عربية يجي راجي ب 30 20، يمشي هاجم ب 30 عربية يجي راجي ب 10 15، يمشي هاجم ب 10 عربية يجي راجي ب 5 ولا 4. الفرقة 22 بابانوسة دي ما سقطوها، الأبيض دي كم مرة هاجمتوها؟ احتياطي مركزي وحجانة ما قدر سقطوا فرقهم دي. الناس اللي محاصرين هناك ده نيالة دي محاصرين عنينا كردوفان دي عامة محاصرين لها كم شهر. الناس لا بجيب امداد، لا بجيب جاي، ولا بجيب ذخيرة ولا تشوين ولا شيء. يعني عنينا الامدادات اللي عندنا في دارفور ده والله يحرر السودان ده كله، وتاني ممكن يقود معارك تاني نفس المعركة حاليا البلد. الاشاوز ديل والله الناس بتطق طق صح، لكن بس ما في قيادات حقيقيه، قيادات كده يخوض الاشاوز دي ما في. الاشاوز والله انت بقيتوا مضحكه، والله انتوا مصدقين الانسحابات الجيش زمان ده يعني في الجنينه والزالينجه ونياله والدعين كان بقوتكم انتوا؟ يعني لا يا جنجوري، ده كان انسحابات تكتيكيه من الجيش، جيش عارف تماما قدك القوات ده كانت ما كانت جاهزه، وانتوا جاهزين بكل المواد عشان كده الجيش انسحب عشان يحافظ على قواته. لا بابونوسة بتسقط ولا الفاشر بتسقط ولا اللبيض هتسقط، وان شاء الله نهايتكم نهاية جنجويد هتبدأ من الفاشر. وحاجة تانية برضو، الانتصار يا جنجويد ما بكسرة أرباد ولا بالسلاح، انتصار ده له عزيمة وده له تكتيك، انتو تكتيك ما عندكم، انتو ناس خلا يا جنجويد، بل بس انتو شفتوا حاجة اصبروا الله جايكم حاجات انتوا بس ما جايبين خبر.